أجيال بتسلم بعض. الحقيقة بما أننا بنتعلم من الأجيال السابقة، فأول شيء تعلمناه عندما تنتهي مباراة تقفل الصفحة وتفكر في المباراة القادمة، عندما تنتهي بطولة تقفل المباراة أو تقفل البطولة وتنظر للبطولة اللي بعدها، لأن الجمهور جمهور النادي الأهلي الكبير والعظيم والمتواجد في كل مكان 70-80 مليون أهلاوي جوه مصر بس بيفرحوا ويتبسطوا زيهم زي ما بيحصل في النادي الأهلي، بيفرحوا وبيتبسطوا هو يوم المباراة مهما كنت بتلاعب مين فين أو في أي بطولة. يعني تكسبت كسبت فريق بيراميدز، فريق جيد، فريق عنده بعض المناوشات دائما مع النادي الأهلي، ولكن في النهاية مباراة بثلاثة نقاط استطاع أن يفوز فيها النادي الأهلي. اقفل وفكر في اللي بعده. مباشرة بدأنا الاستعداد لمواجهة إنبي. بدأنا يعني الفريق بدأ، والإعلام النادي الأهلي هيبدأ بهذا الشكل. عندنا الشهر الجاي جدول مضغوط ما بين مباريات، أو الشهر ده أنا آسف اللي هو شهر يناير، جدول مضغوط ما بين مباريات الدوري ومباريات الكأس، قبل كأس مصر طبعا قبل مشاركة كأس العالم للأندية. ولكن أي حد بيلعب في النادي الأهلي لازم يبقى عارف إن ده قدره. محدش يجي يقول لي أصل أنا مضغوط، أصل أنا نفسيا، لا، حضرتك موجود في النادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي 70-80 مليون أهلاوي بيقفوا في ظهرك، علشان هو ده الوضع اللي بيلعب فيه النادي الأهلي. عشان كده لاعيبة النادي الأهلي دايما بيكونوا على قدر المسؤولية تجاه جماهيرهم مهما كانت الظروف. وأنا قلت الكلام ده امبارح، إيد واحدة، كلنا بنفضل إيد واحدة. المنظر اللي حضراتكم شايفينه ده، وانا النهارده برضو لما باجي اتكلم مع حضراتكم انا بتكلم بمعلومه. ليه؟ لان انا كلمت معظم اللاعبين، يقول لي يا كابتن احنا الجمهور ده على دماغنا، اللي عمله الجمهور ده هو اللي رجعنا بشكل رائع وخلانا لو بنؤدي بنسبه 70-80% عايزين نوصل ل 100%. عشان كده روح الفانيلا الحمراء رجعت، واجتهاد اللاعبين وجهازهم الفني متواجد دائما، ولكن زودوا روح الفانيلا الحمراء. الطبيعي ان دور جمهور النادي الاهلي زي ما حضراتكم شايفين ده، ولكن اللي مش طبيعي ان انت في مثل هذه الظروف الصعبه. يا عم اسلام، هو انت بتعتبر التعادل مباراتين في 10 مباريات ولا في 11 مباراه ده ظروف صعبه بالنسبه لنا كنادي اهلي وبالنسبه لهذا الجمهور العظيم؟ ظروف صعبه. احنا ما بنطلعش نولول، ما بنطلعش نشتم في الناس، ما بنطلعش نقول احنا، لا ما بنعملش كده، ما بنهددش حكام. احنا هذا البرنامج من اكثر البرامج انتقاد، البرامج انتقادا للحكام، ولكن اداء الحكام دون التقليل من شخصياتهم. الحكام دي عندها اهل وعندها قرايب وعندها، هتكلم في هذا الموضوع بعدين. لكن الجمهور المحترم اللي بيشجع فريقه وواقف ورا فريقه هو ده السبب الرئيسي الدائم في سر وروح الفانيلا الحمر. جمهور يحرك الصخر زي ما بيقول. مش عايز اقعد اشرح لحضراتكم واحكي لكم واقول لكم انا اصل انا لما كنت بلعب، لا 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 لا، الوضع كمان دلوقتي مختلف، ان احنا لازم كلنا نبقى في ظهر بعض، لازم كلنا جمهور واداره ولاعبين وجهاز فني كلنا نبقى واقفين مع بعض حتى لو كان هناك بعض الاخفاقات. انا مش بقول كده علشان انا كسبان ولا عشان انا اول الدوري ولا الكلام ده كله اطلاقا. الدوري بالمناسبه لسه بدري جدا جدا على الدوري المصري، محدش عارف ايه اللي ممكن يحصل. النادي الاهلي بيحاول، ولاعيبه النادي الاهلي وادارته، اللي انا قلت لكم ان انا عندي معلومات بتقول ان هناك صفقات قادمه ان شاء الله هنشوفها عندما يتم الاعلان عنها. اداره النادي الاهلي وجمهوره قبل اي حد وادارته ولاعبيه واجهازه الفني بيبذلوا اقصى مجهود عشان ياخدوا كل البطولات.